إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بشرف عظيم، بشرف كبير، وهو أنه سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم على نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا شرفا لهذه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم أي فيه عزكم وشرفكم، فهذا القرآن هو عزنا وهو شرفنا. فإن تمسكنا بهذا الكتاب العظيم عظمت مكانة هذه الأمة بين الأمم، وإن أضاعت الأمة وأعرضت عن هذا القرآن العظيم فقد وقعت في الذل والهوان، وتسلط عليها الأعداء. فكتاب الله يا عباد الله هو الحجة البالغة الذي أنزله الله عز وجل على العالمين حجة. قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمتقين. فهذا القرآن يا عباد الله هو حجة الله على العالمين أجمعين إلى قيام الساعة ويوم الدين. وهذا القرآن يا عباد الله هو الموعظة الكبرى والتذكرة العظمى، فهو سياط القلوب والمقرب إلى علام الغيوب. قال عز ذكره: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه أن يعظ الناس وأن يذكر الناس بهذا القرآن العظيم، فقال سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن لم يتعظ بمواعظ القرآن فلن يتعظ بغيره، ولو تناطحت أمام عينيه الجبال، ولو تطابقت السماء والأرض. فأعظم المواعظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن مواعظ القرآن العظيمة الترغيب والترهيب، فالله عز وجل رغب ورهب، رغب في الخير وبين طريقه، وحذر من الشر،
وحذَّر من طريقه. فالقرآن مليء بالترغيب والترهيب، وهذه هي الطريقة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ترغيب ليطمع العبد في فضل الله سبحانه وتعالى، وترهيب حتى لا يقع العبد في المهالك التي تؤديه إلى نار جهنم والعياذ بالله. فمن ذلك يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى بين الجزاء على الحسنات والسيئات، فقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فله مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة كبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فالله عز وجل رغب في الحسنات وأعطى عليها الكثير فضلاً منه وإحساناً، وحذَّر من السيئات وجزى بمثلها عدلاً منه سبحانه وتعالى. وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الأعمال ستُعرض على الميزان يوم القيامة من الحسنات والسيئات. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبين ذلك سبحانه وتعالى مفصلا فقال: من يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحساب على مثاقيل الذر، إن كانت حسنة ستجدها وإن كانت سيئة ستجدها. وهذا أعظم الترغيب وأعظم الترهيب. فيا عباد الله، على المسلم ألا يستصغر حسنة فيعملها، وألا يستصغر سيئة فيعملها، فإن الحساب يوم القيامة على مثاقيل الذر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. ومن الترغيب والترهيب في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ذكره الله عز وجل عند حضور الموت للظالمين وللمؤمنين. قال سبحانه وتعالى عن الظالمين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياته تستكبرون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. وأما المؤمنون فقال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا هو حال الظالمين وحال المؤمنين عند حضور الموت وسكراته. ومن الترغيب والترهيب
ما ذكره الله عز وجل من النعيم الذي أعده لأهل الجنة، ومن العقاب والعذاب الذي أعده لأهل النار. قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل النار: قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة المتقين، فقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى يا عباد الله كثيرة جدا، في كتاب الله عز وجل. على المسلم أن يتأملها وأن يتدبرها، فإن العمل بها صلاح في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن العبد المؤمن الكيس الفطن من عرف أن هذه الحياة الدنيا إنما خلقت من أجل الآخرة، ومن أجل أن يعمل فيها المرء وأن يتزود للقاء ربه يوم المعاد، عندما يقف بين يدي رب العباد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى الناصح لنفسه أن يعمل الخيرات وأن يجتنب المنكرات حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو من الفائزين الذين يدخلهم الله سبحانه وتعالى جنات النعيم، الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فاللهم إنا نسألك من فضلك
اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، ونعوذ بك من عقوبتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.